ما كتير يعقد الأمور. هلأ الممثلين من طول عمرهم وكل بلدان العالم مو بس عنا فرص عملهم متعلقة بالمخرجين والمنتجين يا ستي وحتى النجوم الكبار. معلش يا رزان اسمحي لي لك هالشغلة. أيمن شاب ظريف حضوره حلو وموهوب بس هذا لحاله ما بيكفي. ياما في ممثلين طلعوا طلعة بتطير عقل وفجأة هب اختفوا وقعدوا بالبيت. ليه؟ لأنه ما قدروا يعملوا شبكة علاقات صحيحة تأمن لهم فرص. ما بعرف، أنا بحس إنه الممثل لازم شغله وموهبته هن اللي يجيبوا له فرصة العمل مو علاقاته. مزبوط صحيح الكلام، بس مثال كتير ما بيمشي حتى بهوليود. هلا بدنا نضل نحكي عن أيمن؟ والله معك حق، بس أنا هيك مدري كيف، يعني بعد نجاحه بالموسم الماضي كتير متفاجئ إنه لهلا ما أجا شغل. ولا يهمك راح يجي، خلص عندي. أنا ما بدي أضغط عليك بس يعني عن جد إذا بتقدر تساعده راح ساعده. قلت لك ولا يهمك. صحيح ما قلتي لي شو صار بمشروع الدراسة اللي كنت عم تعمليه؟ تأخر شوي بس أنا بتصور إنه راح يطلع منيح. يا ستي لقيت لك كم مرجع مهمين وبيفيدوك. عن جد؟ شكرا كثير. جايبون معك هلا؟ لا والله طلعت من البيت مستعجل ونسيتهم هنيك. قومي خلينا نروح لعندي على البيت تشرب لنا شي شغلة وبتاخديهم. لا معلش بلاها اليوم تأخرنا. ايه قومي قومي حاجتك بقى. لك رزان صرنا بنعرف بعضنا أكثر من 3 سنين، لهلا ما زرتيني على البيت ولا مرة؟ عن جد مو حلوة؟ لهلا ما صار ولا فرصة مناسبة. شكلها ما رح تصير لحالها. قومي قومي. خلص ميلهم عن جد بوعدك إن شاء الله بهاليومين، بس اليوم لا لأنه تأخر الوقت وأنا طالع من الصبح. طيب مثل ما بدك. شو زعلت؟ لا لا ما ليش لا أزعل؟ لحساب لو سمحت. لك طبعا بدي سؤال خليها تحكي اليوم قبل بكرة. اوعى تقول لحدا وائل ها. خلص شو بدك توصيني على أختي؟ يلا لك أنا بقلها لنادية. ايه يلا يلا خير. نهلا كيفك؟ الحقت كيفك؟ تمام. شو كان ضمنك وائل؟ وائل؟ شو بده يكون بده؟ حلوة هي، شو بده يكون بده؟ لا ولا شيء هيك حريف عادي. لأني حسيته هيك مكركب شوي. يي ميس شو بتحسي وبتحسبي وبتركبي للقصص إيدين ورجلين، ما في شيء هيك عادي. شو باكله؟ صار لي ساعة عم أشير لك تجي توقف معنا، شو ما انتبهت لي؟ انتبهت لك انتبهت لك بس ما حبيته لهذا الشب. هيك نافش ريشه على شو ما بعرف. باكله يي عليك شو بتنق؟ وليش بتنق؟ شلون رضاك تمام؟ يسلم ايديك صحتين يا قلبي. ها؟ على الفيسبوك دغري مثل العادة. والله يا رزون أنا ما كنت قابضه لهذا الموقع أبداً، بس شو طلع شغلة حلوة كتير. لك صار عندك 3000 صديق، شو بدك بكل هاي العالم؟ أخي بيحبوني، أنت ليش غيران؟ غيران؟ لك عم تضيف ناس بتعرفها وناس ما بتعرفها. إيه هذا طبيعي، ما أنا ممثل، يعني الناس إذا بتحب شغلي بتحب تتعرف علي أكثر. لك يقبر قلبي أنا اللي الناس بتحبك. لك عم ناكل؟ لا تعطي أكلك ولا باخذ لك صحنك كمان. شرف. ألو؟ أهلين ملهم. مشتاقة. وأنت؟ قديش؟ يعني مو مبين كل هالقد شو قوي. مقالتك شبهها؟ احكي بقى. وائل حبيبي اشتقت لك، كيفك؟ لك وانا كثير مشتاق لك، طمنيني عنك. انا منيحه حبيبي لا تاكل هم. طيب طيب انت وين؟ مو مهم حبيبي مو مهم، ان شاء الله كلها شغله اسبوع او اثنين وبتكون بردت القصه وبجي. روبا وهيك تيجي بدون ما اقول لك على اللي شايفه ما بتبرد القصه بسنه. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك،
المهم طمني، بلشت السنة كيف همتك؟ كتير تعبانة والله بعد اللي صار، بس بتعرفي شو؟ بعد ما سمعت صوتك بتصير أحسن أكيد. إن شاء الله بتقبرني. يعني أنت مو زعلان مني مو؟ يعني اللي قالوه مزبوط؟ في حدا؟ لا ما في حدا. لكن ليش عم تسأليني إذا زعلان؟ إذا ما في هيك شيء من شو بدي أزعل يعني؟ يعني الكركبة اللي صارت وحكي العالم والفضيحة أكيد هذا كله أثر على دراستك. روبا عمري أنت، هذا مو ذنبك. طالما أنت مظلومة فهذا مو ذنبك. مو مشكلة حبيبي، هذا رقمي. إمتى ما بدك حكيني. كيفها ماما؟ منيحة ماشي حالة. بقدر أحكي معها؟ لا أوعيك أبدا. طيب مو مشكلة، بدك شي حبيبي؟ سلامتك، ديري بالك على حالك. إيه؟ باي.